السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. أيها الإخوة الكرام، أيتها الأخوات الكريمات، المتابعون والمتابعات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا تسجيل حول الاختبار الأول في اللغة العربية للسنة الأولى متوسط، وكنا قد رفعنا بعض الاختبارات الأخرى الخاصة بالسنة الرابعة والأولى والسنة الثالثة، وهان اليوم وتزامنا مع فترة الاختبارات نرفع لإخواننا هذا الاختبار. إذن نقرأ النص على بركة الله. كنت جالسا في غرفتي وفجأة أخذني الحنين إلى الماضي. استرجعت فيه بعض ذكريات الطفولة البريئة والأوقات الشيقة التي قضيتها مع عائلتي. في الحقيقة هذه لا مبرر لوجودها. كان لي جد أحبه كثيرا، وذات مرة لاحظت أنه يحتفظ بصندوق خشبي في غرفته. أثارني الفضول فسألته: ماذا تخبئ في صندوقك الخشبي يا جدي؟ أجاب جدي: كنز لا يقدر بثمن يا بني. ركضت إلى الصندوق وفتحت غطاءه كي أرى ذلك الكنز الثمين، لكنني لم أجد سوى حفنة من تراب وعلم مخضب بالدماء ومذكرة. خفق قلبي بسرعة كعقارب الساعة وركضت نحوه صائحا: لقد سرق اللصوص كنزك يا جدي. اقترب جدي من الصندوق وفتح غطاءه ونظر داخله، ثم ابتسم قائلا: لا يا بني، لم يسرق اللصوص شيئا. صحت بأعلى صوتي: ألم تقل يا جدي أنك تملك كنزا ثمينا جدا؟ ابتسم وقال: وهل هناك يا بني شيء في العالم أغلى من تراب الوطن؟ هذا هو الميراث الذي تركه لي أخي، مذكرة حوت سطورا نورانية وعلم عاش من أجله ومات من أجله. ثم أنشد: وطني وطني غالي ثمني، نفسي مالي روحي بدني، وأنا الحامي لك في المحن لتعش حرا طول الزمن. إذن هذا هو النص، وفي الحقيقة كما تلاحظون فيه يعني آثرت أن أضيف بعض الكلمات للإعراب زيادة على المطلوب. في الحقيقة يطلب منك إعراب كلمة وكلمتين، لكن أنا أضفت بعض الكلمات الأخرى من أجل الإفادة والزيادة في الاستفادة. إذن مع الأسئلة، أولا أسئلة فهم النص. السؤال الأول يقول: ضع فكرة عامة مناسبة للنص. عما سأل الوالد أو الولد جده: ما الميراث الذي تركه الشهيد لأخيه؟ ابحث عن معاني الكلمتين الآتيتين في السند ملطخ ونبض. هات ضد الكلمتين الآتيتين الثمين وحر. الأجوبة إن شاء الله تعالى: إذا الفكرة العامة للنص كما قلنا في أحد التسجيلات، الفكرة العامة هي توسع في عنوان النص. إذا كان للنص عنوان فإنك تتوسع في هذا العنوان فتكون فكرة عامة. إذا بيان الجد للولد أن الوطن هو كنز ثمين وميراث عظيم، فإن الجد بيّن للولد أن الكنز الحقيقي وهو الوطن وأنه ميراث عظيم. ثانيا، سأل الولد جده ماذا يوجد في الصندوق. إذا السؤال: سأل الولد جده ماذا يوجد في الصندوق. الميراث الذي تركه الشهيد لأخيه: حفنة تراب وعلم ومذكرة. السؤال الرابع، شرح الكلمات: ملطخ بمعنى مخضب، فتقول مخضب بالدماء في الشهداء مثلا، وتقول مخضب بالحناء كمن وضعت في يدها حناء. نبض بمعنى خفق، نبض القلب أو خفقان القلب. الخفقان يكون للقلب، وأيضا يكون الخفقان هو لفظ مشترك بما أنه يدل على نبض القلب ويدل على خفق الطائر لجناحيه. الثمين بمعنى، طبعا هنا بمعنى نبض الخفق، هنا بمعنى نبض القلب. إذن الثمين والرخيص، ضد الثمين هو الرخيص. أيضا يمكنك أن تقول الزهيد أي زهيد الثمن، والبخس بخس الثمن كما جاء في القرآن الكريم: ولا تبخسوا الناس أشياءهم. ثم حرا عكسها عبد أو عكسها أسير.
بالنسبة لتذوق النص، السؤال يقول: استخرج من النص تشبيها وحدد أركانه. إذا قرأت النص فإنك ستجد تشبيها واحدا، ثم ما نمط النص وما نوعه؟ طبعا أنت تقرأ النص وتحاول الإجابة على هذه الأسئلة دون نظر إلى جواب إذا استطعت. بالنسبة للجواب: التشبيه وهو خفق قلبي بسرعة كعقارب الساعة. لا شك أنك أدركت أن المشبه هو القلب، وأن المشبه به هو عقارب الساعة، وأن الأداة هي الكاف، وأن وجه السرعة وجه الشبه هي السرعة، بمعنى أن القلب خفق بسرعة كخفق أو كسرعة عقارب الساعة إذ تدور. بالنسبة لنمط النص، واضح أنه سردي وأنه فيه شيء من الوصف، ونوعه طبعا بسهولة أنه نثري. بالنسبة لأسئلة أتعلم قواعد لغتي، اعلم ما فوقه خط في النص. إذن هنا نعود إلى النص ونعرف هذه الكلمة. إذن الكلمة الأولى وهي جالسا، طبعا لما تعرف كلمة لا بد من أن تنظر إلى ما سبقه، لأن الإعراب يتعلق بما سبق، هذه دائما قاعدة عامة. إذا تجد أن كن، وهنا كن هنا جاءت في زمن الأمر لكنها تعمل عملها، تبقى عاملة لعملها وهو الرفع والنصب. إذن هنا التاء ضمير متصل مبني على السكون، كن مبني على الضم، كنت إذن مبني على الضم، في محل نصب اسم أو في محل رفع خبر كن، في محل رفع خبر كن، لأن كان ترفع الأول وتنصب الثاني. جالسا سيكون خبر كان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. بالنسبة للكلمة الثانية وهي خشبي، ننظر ما قبلها. إذن يحتفظ بصندوق، بحرف صندوق اسم مجرور ببي وعلامة الإكسر الظاهرة على آخره. صفة هذا الصندوق أنه خشبي، إذن خشبي ونعت مجرور لأن النعت يتبع المنعوت، تقول صفة أو تقول نعت. الكلمة الأخرى وهي كلمة، هذه في الحقيقة هي جملة، اقترب جدي. إذن اقترب فعل ماضي مبني على الفتحة ظاهرة على آخره، جدي فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره. ثم لم يسرق، لم حرف جزم ونفي. إذن الجزم هو عمله الإعرابي ومعناه هو النفي، فإنه ينفي ما بعده. إذن حرف نفي والجزم، يسرق فعل مضارع مجزوم بلم، علامة جزمه السكون طبعا، واللصوص هي هو الفاعل. هذه الجملة تحتاج إلى تأمل. ألم تقل يا جدي أنك تملك كنزا؟ إذن أنك، إذا تلاحظ أن هي الناسخة، هي من أخوات أن وإن وأن وكأن ولكن وليت ولعل، ألا الناصبة للأول الرافعة للثاني. إذا أن حرف نصب وتوكيد، الكاف طبعا هو ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب اسم أن، وتملك فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضم الظاهر على آخره، والفعل ضمير مستتر تقديره أنت، كنزا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. وحذاري أن تنسى خبر أن، إذا تملك كنزا جملة فعلية في محل رفع خبر أن. إذا هذا هو الإعراب، ونعود إلى بقية الأسئلة. السؤال الثاني يقول: استخرج من النص تشبيه، عفوا، السؤال الثاني يقول: استخرج من النص اسم إشارة، اسم إشارة وبين ما يختص به، ضميرا وبين نوعه، اسما موصولا وبين نوعه، ونعتا حقيقي، وعين علامات الوقف الواردة في العبارة الآتية وبين وظيفتها. صحت بأعلى صوتي، ألم تقل يا جدي أنك تملك كنزا ثمينا جدا؟ الإجابة، إذا الإعراب عربنا، السؤال استخرج، إذا اسم إشارة هذا، وهو يدل على المفرد المذكر، وهذه تدل على المفرد المثنى، إذا هذا يدل على المفرد المذكر. اسم موصول الذي، ويدل على المفرد المذكر. الضمير المتصل وهو الهاء، قضيتها، إذا قضيتها الهاء يعني متصلة بالتاء، وهنا فصلناها حتى يظهر أنه ضمير متصل. والنعت الحقيقي مثل الثمين، الكنز الثمين والصندوق الخشبي. بالنسبة للجملة
النقاط أو علامة الوقف تأتي بعد القول، إذن علامة نقطتين هنا تأتي بعد القول، كأن تقول قال ثم تضع نقطتين. أما هذه هذه علامة الوقف تدل على الاستفهام. بالنسبة للسؤال الأخير وهو الوضعية الإدماجية، طبعا وهذه الوضعية الإدماجية للأسف بعض التلاميذ لا يعيرونها اهتماما، مع العلم أنها لها ثمانية نقاط، معنى أنها تساهم بقسط وافر في نقطتك المتحصل عليه. إذا نقرأ السند، وأنت تحيي العالم الوطني داخل متوسطتك لاحظت كثيرا من زملائك لا يحترمون العلم كرمز من رموز السيادة الوطنية. التعليمة على ضوء ما سبق، اكتب فقرة من 10 أسطر تعلق فيها على هذه الظاهرة السيئة لوطنك وتاريخه، موجها أصدقائك إلى الصواب مستخدما نمط الوصف. إذن طلب منك نمط الوصف. إذن الإجابة عموما يجب أن تكون مبنية من مقدمة تعرض فيها هذا العمل وعرض تدحض في هذه الخلق السيئة، وتطلب من التلاميذ الابتعاد عنه، وتذكر الأسباب لماذا يجب أن نبتعد عنه، وتختم بخاتمة. ويجب أن تلاحظ فيها، يجب أن تركز في هذه الفقرة على الملائمة، بمعنى كتابة نص وصفي كما طلب منك، تبتعد عن الأنماط الأخرى وتلتزم بالنمط الذي طلب منك وهو النص الوصفي، وهي ثم تلتزم بما طلب منك وهو ظاهرة الإساءة للعالم الوطني، وتوجه أصدقائك ببعض النصائح. ثم انسجام الأفكار فيما بينها، وانسجام المقدمة والعرض والخاتمة، واحترام القواعد اللغوية. القواعد اللغوية من ظاهرة نحوية وصرف وإملاء، والإبداع في هذه الفقرة، ويجب أن يكون الخط واضحا. إذا إلى هنا ينتهي معكم أيها الأحباب هذا التسجيل، أعتذر عن بعض الهفوات فيه، أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.